خير. مساء الفل، كيفك رزان؟ تمام. اليوم الواننا استوائيه. الوان الواننا استوائيه على الاخر. احنا كثير مبسوطين اليوم انه معانا فنانه بفن الاوريغامي واللي هو كثير مشهور، وبدنا نعرف هلا حتى اكثر عن تاريخه. بس الصدفه الحلوه، انا كنت عم بحكي تحت الهواء انه انا كنت عم بعمل فن الاوريغامي مع ابني هذيك المره، كنا عم نعمل اشكال حيوانات وهذا الحكي. بس ضيفتنا حكت لي انه هذا الموضوع كان تودي لي انا عم بعمله، بس الموضوع متطور اكثر. فعالية الشولي، اهلا وسهلا فيكي، احنا كثير مبسوطين انك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيكي، تسلمي، شكرا. انا كثير مبسوطه، يعني فرصه حلوه اني اتعرف عليكم. اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. وزي ما عم بيشوفوا المشاهدين اكيد، وزي ما احنا شايفين كلنا، الشغل تبعك فيه تفاصيل رائعه، فيه الوان حلوه، فيه التمكن، يعني مسكناه وشفنا كواليتي منيحه، نوعيه شغلك كثير. شكرا. تقدري بالبدايه تعرفينا عن حالك، انت كيف وصلتي لفن الاوريغامي، وتحكي لنا شوي ببساطه للناس اللي ما بيعرفوا شو هو اصلا فن الاوريغامي؟ انا اسمي عاليه الشولي. هلا تعرفت عليه في البدايه كان هوايه، مجرد هوايه عن اليوتيوب، يعني في حضرت فيديوهات وحاولت اعمل اشياء بسيطه، يعني حلو. الاشياء اللي كنا نعملها واحنا صغار مثل السفينه واللعبه اللي فيها هاي. ايوه بالضبط هاي، يعني احنا كنا نلعبها، نعمل هيك نفهم دغري على بعض بالضبط، بس نعمل زي هيك، ما كنا نعرف انها اوريغامي ولا انا كنت اعرف حتى، يعني صح. بس صح. صرت اعمل هاي الاشياء، وصرت بعدين لما عملت اشياء كبيره صرت اطور عليه، يعني شو هذا اصله. فن الاوريغامي هو فن ياباني انشهر زمان، يعني ايام ما كان بدايه صنع الورق. فكان اليابانيين كانت عندهم اساطير، بتعرف الشعب الياباني عندهم كثير اساطير، من بينها اسطوره، يعني في كثير شيء عجبني فيهم، اسطوره اذا سمعتوا فيه الكرين. الكرين هو عباره عن كائن اسطوري ايام الحرب العالميه، ايام هيروشيما، ايام هيروشيما وناغاساكي. كانت في صبيه من طبعا من اثار الحرب العالميه، الامراض اللي اصابت الاطفال. صحيح. بشكل عام طفلة كانت اسمها ساساكي. هاي الطفلة بسبب الآثار الحرب العالمية قنبة هيروشيما صابها مرض، اضطرت أنها تبات بالمستشفى، كانت عمرها 12 سنة. فهي عشان تسلي نفسها اضطرت كانت تعمل من الورق نفسه طائر الكرين، هو طائر خرافي زي البجعة، بيشبه البجعة. أوكي، فهمت عليك. هلأ الخرافي اللي عندهم إنه كل ما جمعت 1000 كرين، ألف طائر كرين، إنه أو ألف قطعة من طائر كرين، كانت تتمنى أمنية إنه تتحقق بنظرتهم إنه تتحقق. فالطفلة هاي ماتت، توفت وما كملتهم. يا حرام. فمين كملها عنهم؟ الأطفال اللي معها كانوا بالمستشفى وأهلها. وبعد ما توفت للأسف عملوا لها من الورق نفسه باليابان، بس مش عارفة بأي مدينة، نفسها على شكل الصبية نفسها ونازل منها الطائر الكرين نفسه. شو حلوة هاي الفكرة صراحة، يعني عنده على ما أعتقد أني أنا شايفة هذا الموضوع، عاملين منها يمكن تمثال أو إشي لهذا الموضوع بالضبط، ورقي ولا كمان عاملينه من إشي تاني؟ هلأ هو الصورة ببالي وقادرة أتخيلها، يعني كأني شايفيتها كتير من قبل. هلأ أظن هي كجسد البنت نفسه من الصخر او من الحجر. صحيح. بس الورق نفسه ملون. صحيح. كان هيك نازل زي الشلال. وغير طبعا غير هاي الاشياء، في كمان تخصصات كثيره، يعني في منهم بيعملوا لوحات، يعني انا لسه ما وصلتش هاي المرحله. لوحات كبيره يعني على الاشياء اللي عم تعمليها عن جد. تسلمي. طب احكي لنا ايش الافكار، يعني من وين تجيك الافكار؟ لا يعني عم نشوف اشكال كثير عمليتها وكثير حلوين. هلا الافكار كانت في البدايه يعني الحيوانات اشياء بسيطه من اليوتيوب، بعدين صرت اعمل انا من حالي، يعني بمناسبه الاعياد صرت خطرت في بالي، يعني شو في بالعيد، عيد الفطر، الدله والقهوه والتمر وهي القصص، خطر في بالي انا عملتها هي صراحه، كان وقتها مناسبه عيد فعملتها. تسلمي. ففي يعني حتى مرات هلا خطر في بالي بما انه جاي الكريسماس، ففي اللاكي ستارز حلوين اللي هم بالالوان الكريسماس الاخضر. صحيح. والاحمر يعني كل مناسبه بتخليني افكر، يعني بعيد الاضحى عملت خرفان صغيره، عملت اشياء تانية، يعني حسب المناسبه. اخذك وقت لا اخذك وقت لتعلمتي هذا الفن ولا بس بلشتي؟ هلا مش كتير صراحه، مش كتير، لدرجه انه اول ما بلشت هاي الاشياء الصغيره هاي بلشت رحت على الكبير، يعني كتير سهل، هون بجوز بده صبر شوي، يعني مش كتير وقت، لا صراحه مش كتير، يعني طولة بال، يعني حتى بالضبط طولة بال. ال2 دي اللي هو الشيء البسيط، يعني شفته ما بعرف ليش شفته كتير بسيط، نقلت على طول على هذا 3 دي، يعني ما اخذ مني شهرين الموضوع، حكيت لا انا ما في. عندك اطفال بالعيله؟
اطفال لا عندكم بالعيله من اي حدا هيك لازم يشوفوك الاطفال وانت قاعده عم تعملي في هدول لانه هلا انا ورزان كنا عم نحكي هذا الحكي بينمي عندهم اول شيء الصبر وطوله البال وانا متاكده انه بالك طويل ما شاء الله يعني انا هذا اذا بعمله بعصب من اولها ما بتحمل انا ما كنت عارفه حالي طويله بال غير لما بلشت اعمل تركيز وترتيب وتنظيم يعني كثير بيعلم البني ادم اشياء ثانيه وغير عن انه بيطلع النتيجه حلوه كثير يعني بالاخر تسلمي شكرا في انواع مختلفه لفن الاوريغامي ولا هو نوع واحد من اي ناحيه يعني قصدك يعني في مثلا بيستعملوا اكثر من نوع ورق بيستعملوا في شيء بلزق شيء بلا لزق احكي لنا اذا بدك انت ادخلي لنا اكثر تفاصيل شو هو بالضبط ايش الورق اللي بتستعمليه هلا انا بالنسبه للاشكال اللي بعملها الورق اللي بستخدمه زي هيك يعني تقريبا هو ما بيكون ورق عادي اللي بنكتب عليه ولا الكرتون بيجي نص نص خفيف بين الكرتون والورق بالضبط هلا بالوان معينه هلا في منه نوع ثاني انا لسه ما بستخدمه هذا كله الورق ساده في منه اللي بيجي معرق حلو فهذا لسه انا هذا لسه بدي ابلش فيه بس في كمان منه المقصوص وجاهز صح مقصوص وجاهز هاي لسه مش منتشر كثير هون يعني في هلا في آلات انك تقطع الورق فيه. بتسهل عليك وقت بتسهل عليك وقت لانه انه بتصير زي هيك لانه انا الاي 4 بتصير لقطع مستطيله 3.6 ب 5.2 سنتيمتر اوكي بقياسات معينه أنا هاي لحظة هدول يعني الناس لازم تشوف قديش عندها طولة بال هدول يعني الورقة هاي هيك بتعمليها يعني هاي بتصير زي هيك وهاي نفسها بتصير بالوحدة اللي بإيدك البيسك تخيلي كل ورقة بتعملها هيك بيس هاي فكيهم عن بعض أنا مركبتهم جوا بعض فكيها شيليهم شيليهم إذا بدك بقدر أفكها عادي بديش أخرب لك الدنيا لا لا أنا أصلا بس هيك بقى يس تركيب هلا بتصير قطع قطع وأنا بركبها خدي رزان فرجيها هاي عن جد طولة بال شفتوها كثير حلوين وفيهم شو طب بعدين كيف الحجم انا اللي بيعقدني في الموضوع بس تيجي تطعجيهم يا اختي كيف بتطلعوا على القد عن جد يعني الورقه بتصير مكعبله معي بس تعملي هاي الشغله هاي هاي اطويها 20 مره انا فبتشوفي الخطوط الغلط بيني جد انا هاي بسرعه انا بحكي معك بقدر اسويها انت لانه طلع شو عامله حبيبتي اكيد بسهوله راح تسويها فهي بس بدها طول بال 100% والنتيجه لما بشوفها لا انا طولت بالي اني شفت نتيجه حلوه صراحه يعني لما شفت النتيجه انه هذا طوله البال بتعطيني زي هيك فحكيت بكمل حلو طيب ايش رايك بدعم الساعات اول شيء احنا بس بدنا نحكي للمشاهدين انه رزان سلامه قلبها فلويزه فلويزه مش بلحقه عليه رح تحسوها دابه ازعجتكم يا جماعه سلامتك فمن هلا بنقول لك صحه رزان انطلقي اخذ راحتي يعني انطلقي رزان ما هو موسم فعادي خلص بلش الخريف وبلشنا 100% هلا بتصير تكرهني اكثر رزان لا لا انت بتكره انت بتحبي الخريف وانا ما بطيق الخريف بطل حبيبتي رزان لا دائما انت لك معزه حبيبه طب علي احكي لنا اكثر كيف ممكن هذا الفن يدعم خلينا نحكي الصناعات المحلية والحرف اليدوية تحديدا اللي لاحظته أكثر إشي بيمشي خصوصا هون الأطفال إنه نعمل ورشات للأطفال كثير بحسهم بيهتموا يس كثير بيهتموا بهي الشغلات يعني أنا عطيت أعمار من 10 ل 12 سنة ما توقعت منهم إنه أنا أخذ ألفت انتباههم إنه أنا عملتهم أشياء بسيطة يعني كيف بحكي زي السفينة هاي إشي بسيط هم شافوه كثير عادي كثير حلو مع إنه كتير يعني هون خلاني افكر انه توجه للاطفال اكثر فالاطفال اللي بدي الواحد هيك يخليهم يفكروا بطريقه ثانيه بجوز هذا الشيء بيخليهم بعدين يتغير تفكيرهم صح طبعا بتحسي الناس عندهم تقبل لهذا النوع من الحرف اليدويه كهدايا مثلا بدل الهدايا التقليديه اللي احنا متعودين عليها ولا ما بتحسي يعني مثلا ممكن برايي رزان ما بعرف اذا بتوافقيني رايي اكشلي بتخيل رح توافقيني انه الشركات دائما البنوك وهي الشركات الكبيره وحكيناها احنا في حلقه سابقه صح دائما بيطلبوا هدايا بنهايه السنه او في بدايه السنه صح او في شهر رمضان المبارك مثلا بعد شهر رمضان بيوزعوا جيف اويز زي ما بيقولوا للكلاينتس تبعونهم للعملاء للفي اي بيز اللي كمان بيشتغلوا معاهم بتحسي انه هاي ممكن تكون فكره بيلجؤوا لها البنوك وبيلجؤوا لها الشركات الكبيره ياخذوا منها اعداد كبيره ويهدوها اظن بتمشي هاي لانها غريبه بتحسي انه شيء انت ما لما اعطيت تعطي واحد هديه زي هيك بتحس انه انت مش معطيني شيء عادي غير عن الجيف اويز اللي بتنعطى دائما انا بفكر انه ممكن تمشي بس بدها شويه ماركتينج هلا يعني انا بالشركه صراحه عندي في كم يعني بالنسبه لهم صرت انا معروفه فنان اوريغامي ارتست وحاطه كم من شغله عندهم بالمكتب ببين على مكتبك اكيد هلا انا حاطه واحده من هدول فانه وحطيت لهم كمان وعملت حتى لي اللوجو بشعر الشركه حطيتهم عند الاتش ار عندي
فعجبهم هذا الشيء. وباي ذا واي بالشركه كمان وقتها بالوومنز داي طلبوا مني يس يوم المراه طلبوا مني اني اعطي هيك لمحه بسيطه عن اللي بعمله. حلو. فهي حسيتها انه بادره انهم بيهتموا فعلا شايفين هالموهبه بتحسي انهم بيهتموا في إشي هيك تالنت معينه موجوده. حلو. فبدعموها وحلو تقدميهم للاشخاص المهتمين كمان بهذا الإشي. يعني التفاصيل اللي فيها وقديش بتاخذ وقت لها قيمه لحالها غير انه شكلها كثير حلو. عم نشوف كثير اشياء عاليه انت كمان احكي لنا عنهم بالتفصيل اكثر. مثلا هاي دلت القهوه قديش اخذت منك وقت؟ هلا انت بتحكي لي كتركيب يعني باعتبار انه هدول جاهزين الورق الجاهز. انا هذا بدي احسب ما بدي احسب ورق الورق ما بيكون جاهز. انت بتعمليه انا بدي اعمله لا احكينا يعني من الصفر. من الصفر قد ايه بياخذ معك وقت؟ هلا من الصفر انا بدي احسب لك اياها صراحه كثير يعني هاي تركيبها اظن مع كل شيء يعني باعتبار 12 ساعه عم بشتغل عليها متواصل. انت بتحكي من لما تكون زي هيك يعني بتاخذك اسبوع يمكن تخلصيها لو انه بالضبط لو متواصل لو بدي اشتغل عليها منيح بضل عليها اسبوع. هاي الشغلات هاي سهله هاي سهله اخي خلال ساعه من هيك لهيك بتصير بساعه بتزبط. حلو. يعني هذا بتحكي لي عن ابسط الشغلات. حلو. بجوز اللي عملت منها كثير صارت كثير سهله صرت اعملها يعني صارت صار اسرع عندك بالضبط. الموضوع ولاحظت انها كثير مطلوبه هاي تحسيها خفيفه وسهله للمكتب يعني كثير انطلبت مني انه زينه للمكتب صح وللصغار حلوه كمان بتقدري تحط فيها اغراض جوا. انا حط كنت حاطه بتعرف شو كنت حاطه فيها بالمكتب هاي كنت حاطه فيها علبه الهايجين حاطه فيها هايجين بزبط اقلام والوان كمان بزبط يعني بقدر هاي هلا هي مسكره من تحت بقدر اسكرها مفتوحه بقدر اسكرها مشان تضلها هيك زي بن هولدر تصير بن هولدر كثير حلوه لا شغلك كثير حلو تسلمي شكرا يعني حبينا شغلك التفاصيل حلوه كثير اللي بتعمليها واحنا طبعا كل الدعم من جهتنا لك تسلمي الله يسعدك شكرا حتى بالمستقبل اذا عملتي اي معرض او شيء رح نضلنا على تواصل معك على التاكيد ويعطيك الف عافيه الله يعافيكم تسلمي شكرا شكرا على الاستضافه شكرا. We'll be right back.